هذا ديالهم. اسمح لي سي محمد برهون، عميد الفريق المغرب الرياضي التطواني في مقابل الحبية التي جمعتنا بطنجة. شنو الكلمة ديالك للجمهور ديالنا ديال سيام بريبالو مور لوس ماتادورس بروكسل؟ صراحة يعني تحية كبيرة اليوم لهاد الجماهير هادي اللي كتساندنا يعني في بداية المهجر، يعني رغم البعد ويعني المسافة اللي بيناتنا فهم كيشجعونا وكيبينوا على الحب ديالهم يعني الفريق ديالهم، واخا خارج يعني الديار ما كيقدرش انهم يعني يكونوا معنا كيساندونا، ونتمنى ان شاء الله يعني نتلاقاو معهم شي نهار ونزورهم في هذا المقهى هادي، باش ان شاء الله يعني تكون يعني شي فرصه اننا نتلاقاوهم ويعني ونحيوهم يعني عن قرب ان شاء الله. شكرا جزيلا اخي محمد، كنتمنى لك التوفيق والنجاح ونتمنى الفريق ديالنا ان شاء الله يبان هذا رغم يعني سنه متعثره، ولكن نتمنى يكون النجاح ان شاء الله. شكرا جزيلا سي محمد.